بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السكر باختصار ايه؟ وارتفاع سكر الدم عبارة عن ايه؟ ارتفاع سكر الدم بيكون نتيجة لارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم، وده بسبب عدم قدرة الجسم على انتاج الانسولين بشكل كافي علشان يلبي احتياجات الجسم، وده نتيجة وجود خلل في البنكرياس او نتيجة نقص كفاءة الانسولين او عدم عمل الانسولين بشكل صحيح في حرق السكر. كل ده بيؤدي لارتفاع سكر الدم وحدوث مضاعفات مرض السكر. والانسولين ده هرمون بيفرزه البنكرياس في مجرى الدم وبينتقل مع الدم، وده بيسمح للسكر انه يدخل للخلايا علشان الخلايا دي تقوم بوظيفتها. هرمون الانسولين بيخفض كمية السكر الموجودة في مجرى الدم، ولما بينخفض مستوى السكر في الدم بالتالي بينخفض افراز الانسولين. والجلوكوز هو احد انواع السكريات، وهو مصدر رئيسي للطاقة للخلايا في العضلات والمخ وباقي الانسجة. والجلوكوز بيجي من مصدرين، الاول من الطعام والتاني من الكبد. فمن الطعام بعد ما الواحد بياكل بيتم امتصاص السكر الى مجرى الدم، وبعدين بيدخل الخلايا بمساعدة الانسولين. اما الكبد فبيخزن الجلوكوز وكمان بيكون الجلوكوز، وده لما تكون مستويات الجلوكوز في الجسم منخفضة، زي مثلا لو الواحد فضل فترة كبيرة مش بياكل وزي اثناء فترة الصيام مثلا، هنا الكبد بيقوم بتفتيت الجليكوجين الى جلوكوز للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الجسم طبيعي. وسكر الجلوكوز اساسي للصحة العامة بالنسبة للجسم، لانه مهم للطاقة للخلايا تحت الجسم، سواء خلايا العضلات او المخ او كافة الانسجة. والنشويات اللي بناكلها سواء في الخبز او الرز او البطاطس او غيره بيتم تفكيكها الى سكر جلوكوز، والدم بينقل السكر ده لكل خلايا الجسم علشان نستخدمه في انتاج الطاقة. وزي ما قلنا خلايا الجسم بتحتاج للانسولين للسماح بدخول الجلوكوز من الدم للخلايا، وده في حالة تناول طعام غني بالسكر والنشويات. في حالة مرضى السكر بيكون البنكرياس مش قادر على انتاج الانسولين الكافي لدخول السكر للخلايا، وينتج عندها تراكم كميات كبيرة من السكر في الدم. اما الخلايا بتاعت الجسم فتظل بحاجة للطاقة، ومع الوقت بيتطور مرض السكر وبيحدث ضرر شديد في الأعصاب والأوعية الدموية، وبيتصاب المريض بمضاعفات في القلب والمخ وباقي الجسم. وعشان نتفهم مدى خطورة مرض السكر في مصر والعالم، لازم نعرف انه 50% من مرضى السكر في العالم مش عارفين ان عندهم سكر، ومتوقع بحلول سنة 2025 انه يوصل عدد المصابين بالسكر لحوالي 500 مليار نسمة على مستوى العالم. وعلى حسب منظمة الصحة العالمية ف 40% من الأشخاص في العالم معرضين للإصابة بالسكر، وفي حوالي 5 ملايين حالة وفاة سنويا بسبب مضاعفات مرض السكر. أما عدد المصابين بالسكر على مستوى العالم فحوالي 415 مليون شخص، وفي مصر عدد المصابين بالسكر حوالي 8 مليون مريض. وفي كذا نوع من السكر، في النوع الأول للسكر أو السكر المعتمد على الأنسولين، وده بيحصل مع صغار السن. في النوع الثاني من السكر أو السكر الغير معتمد على الأنسولين، وده بيحصل مع الكبار في السن. وفي سكر الحوامل، دي أكتر أنواع اللي بنشوفها. وهنتعرف مع بعض سريعا كده على أسباب مرض السكر على حسب أنواعه. في أسباب النوع الأول للسكر وهو السكر المعتمد على الأنسولين، هنا هنلاقي السبب بدقة غير معروف، لكن في عوامل خطورة ونظريات. فمثلا الجهاز المناعي بيهاجم خلايا بيتا اللي هي بتنتج الأنسولين في البنكرياس وبيدمرها، وبكده بينعدم انتاج الانسولين في الجسم. علشان كده السكر بيتراكم في الدم وما بيدخلش للخلايا. وفي مجموعة من عوامل الخطورة بتسبب النوع الاول من السكر، زي الاستعداد الوراثي او التاريخ المرضي، وزي السمنة، وزي العوامل البيئية. مثلا وجود خلايا مناعية ذاتية، يعني وجود خلايا مدمرة في الجهاز المناعي. اما اسباب النوع الثاني من السكر باختصار، وده السكر الغير معتمد على الانسولين، هنا الخلايا بتصبح مقاومة لفعل الانسولين، والبنكرياس بيكون غير قادر على انتاج الكمية الكافية من الانسولين للتغلب على هذه المقاومة. وبدل من انتقال السكر للخلايا علشان يتم انتاج الطاقة، بدل من كده السكر بيتراكم في مجرى الدم.
ومن عوامل الخطوره الاصابه بالنوع الثاني للسكر هنلاقي عوامل كتيره زي العوامل الوراثيه والعوامل البيئيه وزياده الوزن. فبالنسبه للوزن فكلما زادت الدهون في الانسجه زادت مقاومه الخلايا للانسولين، وكذلك من عوامل الخطوره المسببه قله النشاط البدني والخمول. فالنشاط البدني بيساعد للسيطره على الوزن، والحركه والنشاط بيحول الجلوكوز لطاقه. وكذلك من عوامل الخطورة التاريخ العائلي المرضي وكذلك العمر، فالمخاطر بتزيد كلما تقدم الشخص في السن، وده غالبا بسبب قلة الحركة والرياضة وفقدان الكتلة العضلية واكتساب الوزن مع زيادة في السن. وبرضو من عوامل الخطورة زيادة الدهون وزيادة الكوليسترول وانخفاض مستوى الدهون مرتفعة الكثافة اللي بنسميها الدهون الحميدة، انخفاضها حاجة مش كويسة. ومن عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني للسكر ارتفاع ضغط الدم وتكيسات المبايض بالنسبة للسيدات، وأيضا حدوث سكر الحمل، فالإصابة بسكر الحمل بيزود من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر. أما سكر الحمل فسببه إيه؟ أثناء الحمل بتفرز المشيمة هرمونات وده للحفاظ على الحمل. الهرمونات دي بتجعل الخلايا أكثر مقاومة للإنسولين، والمفروض البنكرياس بيفرز المزيد والمزيد من الإنسولين للتغلب على المقاومة دي، لكن البنكرياس ممكن ما يقدرش يتغلب على ده، وده بيخلي السكر بيتراكم في الدم وما يدخلش إلى الخلايا. ومن عوامل الخطورة للإصابة بسكر الحمل السن، فهو بيظهر للستات فوق سن 25 سنة، والوزن بيظهر أكتر مع الستات اللي وزنهم كبير شوية، وبرضو التاريخ المرضي العائلي لو حد من الأسرة اتصاب بالسكر قبل كده، والتاريخ المرضي الشخصي لو كانت الست ديت بتعاني من مقدمات مرض السكر أو اتصابت قبل كده بسكر الحمل في حمل سابق، كل دي علامات خطورة لسكر الحمل. وباختصار عوامل الخطورة للإصابة بالسكر بصفة عامة السمنة، عدم ممارسة الرياضة، وأيضا تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، وتناول المشروبات الغازية. أعراض مرض السكر، في 5 علامات وأعراض رئيسية لمرض السكر المعتدل: زيادة الشهية للأكل وفقدان الوزن، زيادة العطش وزيادة التبول والإعياء. ادي 5 علامات، وتختلف الاعراض على حسب زيادة السكر في الدم. فمثلا المرضى المصابين بمقدمات السكر لا تظهر عليهم الاعراض، ومرض السكر من النوع الاول هنلاقي بتظهر على المرضى دول الاعراض بسرعة وبتكون اكثر حدة وشدة، وبتكون الاعراض خفيفة شوية في مرضى السكر من النوع الثاني. والاعراض المشتركة لكل مرضى السكر هي زي ما قلنا العطش الشديد والجوع الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن الغير مبرر والارهاق والعصبية وتغيم الرؤية، القروح بطيئة الشفاء، والالتهابات المتكررة سواء كانت التهابات جلدية او مهبلية، ووجود الكيتونات او الاجسام الكيتونية في البول، ودي بتنتج عن انهيار العضلات والدهون اللي بتحصل بسبب عدم وجود انسولين كفاية. ومضاعفات مرض السكر كتيرة جدا، زي ايه؟ اولا امراض القلب والاوعية الدموية، كمثال امراض الشرايين التاجية والذبحة الصدرية والجلطات والنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية. ثانيا تلف واعتلال الكلى، فمرض السكر بيضر بالاوعية الدموية الدقيقة في الكلى، وبيضر بنظام فلترة الدم في الكلى، وكل ده بيؤدي للفشل الكلوي. ثالثا من مضاعفات تلف العيون واعتلال الشبكية، وده بسبب تلف الأوعية الدموية بشبكية العين، وده اسمه اعتلال الشبكية السكري، ممكن يسبب العمى، وممكن يحصل المية الزرقاء والمية البيضاء وعتامة العدسة بتاعة العين. رابعا من المضاعفات الخطيرة للسكر تلف واعتلال الأعصاب، الأعصاب الطرفية، لأن السكر بيسبب إصابة جدران الأوعية الدموية أو الشعيرات الدموية اللي بتغذي الأعصاب وخاصة في الساقين، وده بيخلي فيه شعور بوخز أو تخدير أو تنميل أو ألم بيبدأ في الأطراف الصوابع للقدمين والإيدين، وبينتشر تدريجيا لأعلى لو اتساب من غير علاج. وممكن ده بيسبب تلف الأعصاب وفقد كل الإحساس في الأطراف المصابة، وممكن تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم بيسبب مشاكل زي الغثيان والقيء وعسر الهضم والإمساك أو الإسهال، وفي الرجال ممكن تلف الأعصاب يؤدي لضعف الانتصاب. وبرضه من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر تلف القدمين والقدم السكري، وده بسبب تلف الأعصاب وضعف تدفق الدم للقدمين، ويمكن هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل بعد شوية. ومن المضاعفات الالتهابات الجلدية والفطرية وضعف السمع والاكتئاب ومرض الزهايمر. وبرضه سكر الحمل ليه مضاعفات، في سكر الحمل غالبا بيكون الحمل والجنين كويسين وأصحاء، ولكن لو ما أمكنش ضبط مستويات السكر فممكن تحصل مضاعفات للجنين وللست الحامل. من المضاعفات اللي ممكن تحصل للجنين
بيحصل نمو زايد وزيادة في وزن الجنين، لأن الجلوكوز الزايد بيعدي المشيمة، وده بيحفز بنكرياس الطفل علشان يصنع المزيد والمزيد من الأنسولين، وده بيزود من نمو الطفل أكتر من اللازم. وبرضه من مضاعفات سكر الحمل للجنين انخفاض سكر الدم للأطفال المولودين بسبب زيادة إنتاج الأنسولين. وبرضو الأطفال هنا بيتعرضوا أكتر لخطر الإصابة بالسمنة، وبرضو بيتعرضوا للإصابة بالنوع الثاني من السكر بعد كده، وبرضو الإصابة بسكر حمل لو ما تعالجش كويس فممكن بيحصل وفاة للطفل. دي كلها مضاعفات بتحصل للطفل المولود بسبب إصابة الأم بسكر الحمل، لكن في مضاعفات بتحصل للأم نفسها بسبب سكر الحمل، زي مثلا الست بتكون عرضة للإصابة بتسمم الحمل، وبرضه بتكون عرضة للإصابة بسكر الحمل مرة تانية مع كل حمل، وبتكون الست دي برضه عرضة للإصابة بالنوع التاني من السكر فيما بعد. لكن هل في طرق للوقاية من مرض السكر؟ لا يمكن منع الإصابة بمرض السكر من النوع الأول اللي بيجي لصغار السن والأطفال، لكن بالنسبة للسكر من النوع الثاني اللي بيجي للكبار فممكن نغير من نمط الحياة للوقاية من الإصابة به. وده بيتم إزاي؟ يتم باتباع طرق صحية في الحياة، زي تناول أطعمة صحية، زي تناول الفاكهة والخضروات الطازجة الفريش والمليانة بالألياف، ومنع تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والسعرات الحرارية العالية، وعدم تناول الأطعمة السريعة، وضرورة التخلص من الوزن الزايد والسمنة. ومن سبل الوقاية المهمة من مرض السكر ضرورة الحركة والنشاط البدني في الهواء الطلق على الأقل نص ساعة في اليوم، وضرورة الامتناع عن التدخين، لأن للتدخين مخاطر كتيرة. ايه طب مخاطر التدخين؟ الإصابة بانخفاض تدفق الدم في الساقين والقدمين، وده بيؤدي للإصابة بحالات عدوى وقروح والقدم السكري. وبرضو التدخين بيسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وبيسبب السكتة الدماغية، وبيسبب أمراض ومشاكل العيون وأمراض الكلى وتلف الأعصاب والموت المبكر. كل دي مشاكل بيسببها التدخين، علشان كده لابد من التوقف عن التدخين الإيجابي والتدخين السلبي. ومن سبل الوقاية برضو من مرض السكر التحكم وعلاج ارتفاع ضغط الدم، لابد من علاج وضبط مستويات الضغط، لأن الضغط يعتبر زي ما قلنا من عوامل الخطر للإصابة بالسكر. وبرضو ضرورة التحكم في مستويات الدهون والكوليسترول بالدم، الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم. وعند اجتماع عوامل الخطر الثلاثة اللي هم ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكر، ده بيزود من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وبرضو علشان مريض السكر بيكون أكتر عرضة للإصابة بالكثير والكثير من الأمراض، علشان كده لازم الإنسان المعرض لمرض السكر لازم ياخد كل التطعيمات المتاحة، زي تطعيم الإنفلونزا وتطعيم الفيروس الكبدي بي، وحاليا تطعيم فيروس كورونا. ومن خطوات تغيير نمط الحياة المهمة التوقف عن تناول السكريات. وفوائد التوقف عن تناول السكر لمدة نص شهر مثلا بيعمل ايه؟ بيؤدي لحاجات كويسة في الجسم، زي خفض الوزن وتحسين وظائف الكلى وفقدان وتحسن دهون الكبد وفقدان كميات المية الزايدة والدهون في الجسم، وتحسن البشرة، الجلد بتاع البشرة، وقلة التجاعيد في الوجه، وزيادة التركيز، وتحسن المزاج العام، ونقص الالتهابات في الجسم بصفة عامة. واحنا عارفين طبعا ان النشويات بتتحول لسكريات في الجسم، والرز كنشويات افضل واقل ضرر من المكرونة، لان المكرونة بتعتبر ايه؟ دقيق. وعسل النحل كسكر افضل من كل انواع السكر، من السكر الابيض ومن سكر الدايت. والكربوهيدرات في منها المفيد وفي منها الغير مفيد، ومن امثلة الكربوهيدرات المفيدة زي اللي موجودة في الفواكه والخضروات والبقوليات والشوفان والرز والخبز الأسمر. ومن أمثلة الكربوهيدرات الغير مفيدة الحلويات والخبز الأبيض والمشروبات الغازية والمعجنات والكربوهيدرات المقلية زي البطاطس. والسكريات كذا نوع، في منها السكر البسيط الخفيف، وفي السكر المعقد، وفي السكر اكثر تعقيدا. فالسكر البسيط زي سكر الجلوكوز، والسكر المعقد هو السكروز او سكر القصب، والسكر اكثر تعقيدا هو النشويات. والسكريات دي من اسمها كده هنعرف سرعة هضمها وتحولها لسكر بالدم. فكلما زادت سرعة التحويل
أو التحول، ارتفع مستوى السكر في الدم بسرعة وأصبحت ضارة أكتر. علشان كده الأغذية اللي بتحتوي على السكر البسيط ضارة جدا، زي الشوكولاتة والمشروبات الغازية والعصائر، وبرضه سكر قصب أو السكروز. أما النشويات واللي بتتكون من سكر معقد، فدراسات أثبتت أن تناول كمية معقولة منها غير ضار، بل هي مطلوبة علشان تمنع حدوث نوبات انخفاض السكر. النشويات دي بيتم هضمها وتحويلها لسكر على مدى وقت طويل نسبيا، وده بيؤدي لارتفاع بسيط لمستوى السكر في الدم على مدى ساعات. ومن أمثلة النشويات المفيدة نسبيا زي البطاطس المطبوخة والدقيق الأسمر ودقيق الشوفان وخبز النخالة البلدي. لكن من أمثلة الأغذية النشوية الضارة جدا زي الخبز الأبيض والرز والبطاطس المقلية. لازم نعرف ان افضل حاجتين للتحكم في مرض السكر هو النظام الغذائي والنشاط البدني اللي هو الرياضة. واتكلمنا عن النظام الغذائي باختصار، وبرضو اتكلمنا عن النشاط البدني، وعرفنا ان الرياضة والحركة والنشاط البدني المنتظم من فوائده انقاص الوزن وانقاص محتوى الجسم من الدهون وتحسين وخفض كوليسترول الدم وتحسين ضغط الدم. والرياضة برضو بتزود من حساسية الخلايا بتاعت الجسم لتأثير الانسولين، والرياضة برضو بتستهلك وبتحرق سكر الجسم، ومستوى السكر بينخفض مباشرة بعد الرياضة. وجميع انواع الرياضة مفيد لمرضى السكر، من المشي والجري وحتى طلوع السلالم، لكن السباحة بنعتبرها اكتر رياضة مفيدة لان كل العضلات بتشتغل والمجهود البدني المبذول كبير جدا. وطبعا بننصح بتناول كمية سوائل ومية كتير قبل وبعد النشاط البدني. هنتكلم باستفاضة شوية عن الجروح عند مرضى السكر. ليه الجروح مش بتلم بسرعة؟ وليه بيحصل القدم السكري؟ وايه هو القدم السكري؟ لازم نعرف ان عملية التئام الجروح بتعتبر عملية مهمة وحيوية في جسم الانسان. عملية التئام الجروح بيحصل فيها تجدد للأنسجة والخلايا بعد الجرح علشان ترجع لحالتها الطبيعية وتمنع العدوى ودخول البكتيريا اللي بتضر بباقي الأنسجة وتعمل فيها ضمور وغرغرينا. وكمان بتخلي الدم ما يوصلش بشكل كافي للأنسجة، وده بيخلي الأنسجة تموت. وعملية التئام الجروح في الطبيعي بتمر بأربع مراحل: مرحلة الإرقاء ومرحلة الالتهاب والمرحلة التكاثرية وأخيرا مرحلة إعادة تنظيم الأنسجة. أول حاجة المرحلة الأولى وهي مرحلة الإرقاء، فيها بتتعرض الطبقة الخارجية للجلد للإثارة بسبب الجرح، فتتولد حقول كهربية ذاتية تحيط بالأنسجة المصابة. الموجات الكهربية الذاتية دي بتعمل على جذب وتوجيه خلايا الالتهاب لمنطقة الجرح علشان تبدأ عملية الالتئام، وبعد كده بتتوالى باقي المراحل لغاية ما الجرح يلم ويخف. ده في الإنسان الطبيعي اللي مش مصاب بالسكر. لكن مرضى السكر أو مرض السكر نفسه بيأثر بشكل سلبي، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعني بيأثر بشكل مش كويس وبشكل سلبي على قدرة الجسم على التئام الجروح بشكل طبيعي، وبرضه بيأثر على قدرة الجسم على محاربة الإصابات. ونلاقي عند مرضى السكر الجروح بتاخد وقت طويل علشان تلم وتخف، وبتصبح بتلم بفترة كبيرة، والجسم بيكون مش قادر على مواجهة العدوى والبكتيريا المسببة للجروح والقروح. وزي ما بنشوف الجروح البسيطة مش بتعمل أي مشكلة عند الناس العاديين، لكن عند مرضى السكر الجروح دي بتعتبر أمر خطير علشان مشكلة بطء التئام الجروح. فالجروح دي مش بتلتئم جيدا أو مش تلم خالص، واحيان كتيرة بتحصل العدوى في الجروح دي، وكمان بتنتشر العدوى للأنسجة والعظام القريبة من الجروح. ويمكن في حالات كتيرة بتكون العدوى دي مهددة للحياة او قاتلة، وده لو ما كانش فيه رعاية طبية مناسبة. ايه هي اسباب عدم او بطء التئام الجروح عند مرضى السكر؟ ليه الجرح مش بيلم او بياخد وقت اطول علشان يلم؟ وليه الجرح بيلتهب ويتهتك ويتقرح عند مرضى السكر؟ في اسباب كتير، زي مثلا ان ارتفاع مستوى السكر في الدم بيؤدي لتصلب الشرايين وضيق الاوعيه الدمويه واعتلال الاعصاب السكري، حاجه اسمها اعتلال الاعصاب السكري، بسبب تلف الاعصاب في جميع انحاء الجسم خصوصا الاطراف. تراكم الدهون في الشرايين بيسبب ضيق او انسداد الشرايين المغذيه للاطراف، فبالتالي بيحصل ضعف لتدفق الدم للأطراف، وده بيخلي التئام الجروح بطيء. علشان كده بننصح مرضى السكر بضبط مستوى الدهون الثلاثية والالتزام برجيم غذائي بيعتمد على الألياف والبروتين أكتر من الكربوهيدرات والدهون المشبعة.
وبرضو ضعف الدورة الدموية وقلة وصول الدم والأكسجين والغذاء للمنطقة المصابة، ده بيؤدي لتلف الشعيرات الدموية وبالتالي بيأخر التئام الجرح، لأنه بيحصل ضيق وانسداد للشرايين الطرفية اللي بتغذي الساقين تحت الركبة، وزي ما قلنا ترسبات الدهون هي اللي بتعمل كده، بتعمل الضيق ده في الشرايين، وده بيعمل بطء لتدفق الدم وضعف الدورة الدموية اللي رايحة للساقين والقدمين، وده بيقلل كمية الأكسجين والمواد الغذائية اللي بتوصل للخلايا، وبيقلل القدرة على إن الجرح يلم كويس وبسرعة. باختصار كده، تلف الشعيرات الدموية وضيق وانسداد الشرايين الطرفية اللي بتغذي الساقين والقدمين، دول كلهم من أهم الأسباب لبطء التئام الجروح. وبرضه مستوى السكر المرتفع بيقلل من عمل خلايا كرات الدم الحمراء اللي بتشيل المواد الغذائية والأكسجين للمنطقة المصابة، وضيق الأوعية الدموية برضه بيقلل من وصول كرات الدم الحمراء، وبرضه كل ده بيقلل من فعالية خلايا الدم البيضاء الهامة جدا لمكافحة العدوى. تاني سبب لبطء التئام جروح مرضى السكر هو نقص المناعة، وده يؤدي لزيادة فرص العدوى للجرح وحدوث غرغرينة أو موت الأنسجة الحية وضمورها وحدوث التهابات واهتراء لأنسجة الجلد، وخصوصا في منطقة الأدم المصابة، وده بسبب نقص التغذية الدموية وضعف المناعة. مرض السكر بيضعف المناعة بشكل كبير وبيأثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى، الخلايا المناعية مش هتشتغل بفاعلية في منطقة الجرح، وبرضو زي ما قلنا كرات الدم البيضاء المناعية مش هتقدر توصل بفاعلية لمنطقة الجرح، وكل ده بيأثر على قدرة الجرح انه يلم كويس. وزيادة فرص حصول العدوى عند مرضى السكر ده كله بسبب الحركة البطيئة لكرات الدم البيضاء في موقع الجرح، وبرضه بسبب ضعف الاستجابة المناعية عند مرضى السكر، كل ده بيعمل حالة من الالتهاب المزمن اللي بيزود خطر العدوى، وكل ده بيبطئ من التئام الجرح. ومن الأسباب المهمة برضه لعدم التئام الجروح عند مرضى السكر هو اختلال وظائف الجهاز العصبي، وده بيؤدي لضعف الإحساس، والمريض بيتصاب بالحروق والجروح وما يشعرش بيها، والمريض في البداية مش بيلاحظ الجروح الصغيرة في الساقين والقدمين، وبالتالي بيحصل فشل في منع العدوى أو الإصابة المتكررة، وده بيخلي الجروح لا تلتئم بسرعة. اختلال وظائف الجهاز العصبي بيؤدي لفقدان بعض الوظائف اللازمة للحفاظ على سلامة القدمين، خصوصا الإحساس بالألم وإفراز ما يكفي من العرق علشان بيرطب الجلد، وبرضو التهاب الأعصاب الطرفية ليه دور مهم جدا في فقد الإحساس، وبالتالي تكون الأطراف أكثر عرضة للجروح والكدمات أو الاحتراق بمية سخنة. ده بنسميه الاعتلال العصبي اللي بنسميه نيوروباسي، والسكر بيسبب تلف الأعصاب اللي مش بتتجدد بشكل كافي، وبالتالي بيقل الإحساس بالألم مع الوقت، وعلشان كده المريض مش بيشعر بأي ظهور للبصور والقروح والجروح أو أي عدوى أو أي تغيرات موجودة في الجرح. كل الأسباب اللي قلناها دي هي أسباب بطء التئام الجروح بصفة عامة عند مرضى السكر. التئام الجروح بيكون بطيء جدا، لكن تأخر التئام الجروح بيزيد بصفة خاصة في الأقدام، وده لأسباب كتيرة مجمعة زي التهاب الأعصاب الطرفية، وده بيؤدي لفقدان الإحساس عند مريض السكر، علشان كده مش بيحس بأطرافه ومش بيحس بأقدامه بشكل طبيعي، والأطراف دي هي أكتر عرضة للإصابة بالجروح بشكل يومي. واختلال وظائف الجهاز العصبي يؤدي لفقدان بعض الوظائف اللازمة للحفاظ على سلامة القدمين، زي الإحساس بالألم قلنا الكلام ده كله، وزي إفراز كمية العرق الكافي لترطيب الجلد. فقدان كل الوظائف دي بيخلي جلد القدمين أكتر عرضة للإصابة بالجروح، وكمان بيحتاج لوقت أكتر عشان يلتئم، عشان الجروح دي تلتئم. والإهمال في علاج الجروح أو بطء التئامها عند مرضى السكر ممكن يؤدي لما يسمى بالقدم السكري والإصابة أيضا بالغرغرينة. القدم السكري ده عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن جروح مفتوحة تظهر في الجزء السفلي من القدم، الجزء اللي احنا بندوس بيه على الأرض، وتحتاج لعلاج سريع علشان نقلل من مخاطر العدوى. والقدم السكري بيتصاب بيها حوالي 25% من مرضى السكر، ربع مرضى السكر بيتصابوا بالقدم السكري، وأعراضها تتمثل في جروح وقروح مفتوحة وألم مزمن في القدمين وتورم واحمرار والتهاب بمنطقة الجرح وتكون صديد وسخونة في الجسم بسبب الالتهاب طبعا، وبيحصل جفاف بالجلد وتلف الأعصاب السكري وفقدان الإحساس بالقدمين، وكل ده بيزود من تفاقم جروح القدمين. وهنتعرف مع بعض على طرق الوقاية من حدوث القدم السكري، إزاي نتفادى القدم السكري. ده من خلال الفحص اليومي للقدم بإجراء فحص ذاتي واكتشاف وملاحظة الجروح مبكرا حتى لو كانت صغيرة، واكتشاف البصور والخدوش على الجلد بالذات في المنطقة بين وتحت أصابع القدمين.
ممكن تستخدم مراية وتبص على رجليه، وتنظيف الجروح وتغطيتها بالشاش المعقم، ولبس الشرابات والأحذية عند المشي. يا ريت مريض السكر ما يمشيش حافي، ويا ريت نلبس واقي القدم، وده بيساعد على تجنب المشي والضغط على الجزء المصاب. واقي القدم ده في مختص بعلاج القدم، نروح له هو يصمم لنا واقي القدم ده. ويا ريت الأحذية تكون مناسبة، وشرابات تكون اللي هي الجوارب يعني، وشرابات تكون قطنية علشان تمتص الرطوبة من القدمين. ولابد من إزالة وتخفيف الضغط على المنطقة المصابة، أو بنسمي ده عملية التفريغ. ده بيساعد بشكل فعال على الشفاء من قدم السكري. تقليل الضغط على المنطقة المصابة بيتم بعدة وسائل، زي استخدام بعض الأحذية الطبية المتخصصة للموضوع ده، أو استخدام دعامات للقدم، أو نوع معين من الجبار المخصصة لده، أو حتى استخدام عكازات عشان نخفف من الضغط على القدم. المهم نقلل الضغط أو المشي أو الوقوف على القدم المصابة، ده كله بيقلل تفاقم الجرح. وياريت نعتني بالجرح وتنظيفه، وننظفه بمحلول الملح، وبلاش نستخدم البيتادين ومية الأكسجين، مية الأكسجين اللي هي هيدروجين بيروكسيد، لأنهم ممكن يضروا بعملية شفاء النسيج، وممكن يسببوا جفاف الجرح. وممكن نستعيد عن البيتادين بطبقة خفيفة من الفازلين وتغطيتها بالضمادات النظيفة. طبقة الفازلين دي بتمنع نفاذ المية أو الرطوبة للجرح. ولو الرجل لسه ما حصلش فيها جروح، يا ريت كل يوم نغسلها كويس بالميه وننشفها بعنايه، وخصوصا بين الصوابع لمنع الاصابه بالفطريات. ومن سبل الوقايه المهمه من حدوث القدم السكري تنظيم مستوى السكر، علاج السكر بحيث ما يكونش مرتفع لما كل مره نقيسه. وكمان يا ريت انقاص الوزن علشان نخفف الضغط على القدمين، وعدم المشي حافي علشان نمنع اختراق البكتيريا للقدم، وزي ما قلنا تجنب الضغط على الجرح والقرحة، والاهتمام بالرياضة، وخاصة رياضة المشي، لأنها بتنشط الدورة الدموية وبتدفع الدم إلى القدمين. ممكن نستخدم مراية زي ما قلنا في فحص القدم بشكل يومي علشان اكتشاف وملاحظة ولو حتى جرح صغير. وياريت التطعيم ضد التيتانوس لو الجرح في القدم ده كان ملوث بإبرة قديمة أو مسمار قديم أو قطعة حديد مثلا، وعدم تعريض الجرح للمية، ده هيقلل من سرعة التئام الجرح. واستعمال جهاز تفريغ الهواء علشان نحافظ على جرح نظيف، وممكن نستخدم تقنية الليزر علشان نسرع من التئام الجرح. ومن سبل الوقاية المهمة من القدم السكري الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين بيقلل من مقدرة الخلايا على حمل الأكسجين ونقله لأجزاء الجسم، وبرضه بيأثر في جهاز المناعة وبيزود من مشاكل الأوعية الدموية. وضرورة تناول الأطعمة الصحية للتحكم في مستوى السكر، ده بيزود من سرعة التئام الجروح. وياريت نزود من تناول الألياف والفواكه والخضروات والبقوليات، وتجنب الكربوهيدرات المصنعة والسكريات المضافة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، كل ده نتجنبه. أما علاج القدم السكري فيشمل حاجات مهمة زي إزالة الأنسجة الميتة حوالين الجرح، إزالة الأنسجة الميتة حوالين الجرح، لأن الأنسجة الميتة دي بتزود نمو البكتيريا وبتزود السموم في منطقة الجرح، وده بيأثر في عملية التئام الجرح. بيكون على الجرح أنسجة ميتة متكدسة وطبقات سميكة من الجلد الميت. لابد من إزالة كل ده علشان نخفف من الضغط الواقع على المنطقة المصابة بالقروح والجروح، وبرضو علشان نحفز عملية التئام الجروح، وبرضو علشان نسهل عملية فحص الجرح كويس، ونسهل عملية إخراج السوائل من الجرح، ونسهل وضع الغيارات على الجرح. وعملية إزالة الأنسجة الميتة لها أكتر من طريقة، زي الطريقة الجراحية في حالة الجروح العميقة والملتهبة، ودي جريحة طريقة كويسة، وزي الانحلال الذاتي، ودي بيتم فيها إزابة الأنسجة وتغطيتها بغيارات معينة، وده بيسمح بتراكم السوائل والإنزيمات وهضم الأنسجة التالفة، وزي الطريقة اليدوية، ودي بتتم باستخدام غيارات ويتم تغييرها بانتظام. طبعا الطريقة دي بتاخد وقت طويل. وبرضو من طرق إزالة الأنسجة الميتة في الطريقة الإنزيمية، ودي بتتم باستخدام إنزيمات موضعية، مراهم إنزيمات موضعية بنحطها على الجرح. وفي الطريقة النغفية، طريقة اسمها الطريقة النغفية، ودي عن طريق استخدام نوع معين من الإراقات المعقمة بنحطها على الجرح علشان تتغذى وتاكل الأنسجة الميتة والبكتيريا. وفي علاجات متطورة حديثا لعلاج القدم السكري، زي بدائل الجلد بنحطها على الجرح ونسد بها القروح. وفي علاجات متطورة أكتر لعلاج القدم السكري، زي عملية إصلاح الأوعية الدموية، وده لو كان في شريان او اكتر مغلق في القدم المصابه. ندخل الشريان ده ونفتحه، وده باستخدام بالون مفرغ
من الهواء، نربطه بدعامة وندخله في المنطقة المغلقة من الوعاء الدموي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ننفخ البالون فيفتح الشريان ونحط الدعامة علشان تحافظ على الشريان مفتوح باستمرار. وممكن يتم فتح مجرى جانبي للشريان علشان نعمل عملية تسليك للدم، وفي عملية استئصال وتقشير العظام، ودي بتتعمل علشان تخفف الضغط على المنطقة المصابة وتصحيح التشوهات اللي ممكن تحصل في القدم. وفي علاجات متقدمة أكتر للقدم السكري زي العلاج بالأكسجين عالي الضغط هايبربريك اوكسجين ثيرابي، وده علاج فعال بيزود سرعة شفاء قرح القدم بشكل كبير، وده من خلال تحسين العملية الطبيعية للتعافي اللي بيقوم بها الجسم وتحفيز عوامل النمو والخلايا الجذعية، وكل ده بيساعد على إصلاح النسيج المتضرر. والعلاج بالأكسجين عالي الضغط بيتم عن طريق ان احنا ندخل المريض في اوضه مقفوله وبينام على سرير لمده ساعه ونص يوميا. الاوضه دي بيكون الهواء فيها مشبع بالاكسجين بنسبه 100%، وده بيرفع نسبه الاكسجين الموجود في مجرى الدم للمريض بعشره اضعاف. ومن العلاجات الحديثه برضو للقدم السكري العلاج بعوامل النمو، ودي بتحفز نمو الانسجه، بنحطها بشكل موضعي زي المرهم كده على الجرح او بنحقن اللي هي عوامل النمو ديت. وبرضو في علاج حديث جدا هو استخدام بدائل الجلد المعدله بيولوجيا، ودي عن طريق استخدام انسجه مستأصله من انسان او حيوان ونحطها على الجرح، ودي بتشبه لعمليات زراعه النسيج اللي هي الترقيع يعني. اخيرا عمليه الباتر، بنقوم بقطع القدم او الصابع، ودي احيانا كتير بتكون ضروريه في حاله الاصابه بالقرح الشديده او الغرغرينه الغير مستجيبه لاي علاج، وبنعمل باتر وقطع للقدم او الصابع علشان ننقذ حياه المريض.